بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم أعزائي طلبة المرحلة الأولى، وأرحب بكم بمحاضرة قد تكون للبعض الأولى قد تكون للبعض الثانية. إن شاء الله نتمنى لكم عام دراسي سعيد وتحقيق الأمان. البارحة يعني أخذنا بس مقدمة على الكمبيوترز والتايبس اوف كمبيوترز والهاردوير شنو السوفت وير شنو يعني سوري بنهاية المحاضرة راح اسوي ريتريفينج على المحاضرة الماضية. اليوم الموضوع مالتنا اللي هو ستوريج ديفايسز اجهزة الخزن. اجهزة الخزن اللي نقصد بها الستورج ان كمبيوتر او الستورج بشكل عام. شنو معنى كلمة ستورج؟ راح تقول لي خزن. لا انا مو يعني لا اني ولا انت عاجزين انه نلقي الترجمة الحرفية. الخزن ده نقصد به تخزين المعلومات. احنا اتفقنا انه الداتا اللي هي البيانات قبل لا تدخل للكمبيوتر او قبل لا يصير عليها بروسيسنج اسمها داتا، بعد البروسيسنج اسمها انفورميشن. الانفورميشن هي البيانات، لكن بعد ما صار عليها بروسيسنج يعني بعد ما صارت عليها معالجه، قد بعض المصادر تلقون مكتوب بها مانيبوليشن، صارت انفورميشن. طيب دكتور انت لوجه تقول لنا هذا الكلام اللي جايك دا اوضح لك شنو معنى الستورج. الستورج يخزن الانفورميشن. صيغة الخزن تكون 0-1. شنو 0-1؟ 0-1 هي لغة يعني نظام ثنائي، المفروض انتم باللوجيك راح تاخذوه. الباينري اللي هو 0 يعني معناها off، ال1 معناها on، ال01 هي الليفل مال التمثيل يعني الداتا ريبريزنتيشن داخل الستورج. يعني طبعا الستورج هي تكون باحجام مختلفه باستخدامات مختلفه حسب اختلاف الحاجه مالتك. فهذه 01 يعني تسمى بت، يعني بمعنى اخر البت، هذا البت اللي دا تلاحظوا ممكن يكون 0 وممكن يكون 1، ممكن يكون 0 وممكن يكون 1. يعني اصغر وحده ب الستورج ان كمبيوتر او الميموري هو البت. طبعا البت هو ياخذ 0 1. فعرفنا هسه شنو 0 1، عرفنا شنو بت، عرفنا ليش الستورج كمبيوتر يعني شنو الغرض الرئيسي. الغرض الرئيسي انه هي تخزن معلومات. زين عندنا كل واحد بايت هو 8 بت، كل واحد بايت هو 8 بت، كل واحد كيلو بايت هو 1024 بايت، كل واحد ميجا بايت هو 1024 كيلو بايت، كل واحد جيجا بايت هو 1024 ميجا بايت، كل واحد تيرا بايت هو 1024 جيجا بايت. هاي القياسات مال الستورج. طيب الجدول اللي وراء هذا هنا، هاي عندنا الزيرو وان يعني هذا الباينري، هذا الباينري عندكم، هذا هياته، وهذا نظام اسمه هكسا ديسمال. هكسا ديسمال شنو الهكسا ديسمال؟ احنا البشر نعرف عقلنا يجيب او يوصل للمستوى العشري، يعني صفر يبدي من صفر التسعة، هذا عشري. اكو مقابلة باينري، هذا الباينري، واكو مقابلة هكسا، اكو غيرهن اي اكو اوكتا ثماني. فهذا الرقم بالهكسا وهذا ما يقابله بالباينري. زين الستورج ديفايسز
بس اكتبوا لي بالشات واضح المحاضرة الشاشة واضحة بس اكتبوا لي done بس اكتبوا لي done طيب الباقين اكتبوا لي done وياي done تمام عشت الآيات اوكي واضح زين هسه نجي على الستورج ديفايسز بس اكو فد نقطة نسولف بيها اكو بعض التقنيات الله يرحمها هنايا راح تشوفوها ما لا ضير انه تطلعون عليها تعرفوها واكو بعض التقنيات الحديثة يعني الموست ريسنت هاي راح اكتب لكم اياها الموست ريسنت اللي هي اللي يعني الأكثر حداثة يعني I will explain it I will launch it فراح تكون اللي سأل هاي للاثنين والأسئلة هاي أجلوها لورا التسجيل للقسمين التقنيات الحديثة اللي ما مذكورة أنا راح أتناولها والقديمة أنتوا راح تطلعون عليها يا طلاب لا تطلعوني من جو المحاضرة بليز التقنيات احنا نسولف على storage devices التقنيات اكو بعض التقنيات الحديثة اذا ما موجودة انا راح اطلع يعني احاول اسوي لها covering شنو يعني اغطيها والتقنيات اللي القديمة انتو راح تطلعون عليها storage devices تأخذ اكثر من نوع يعني مثلا عندنا hard disk انتو احرار تريدون تتعلموها بالانجليش لو تريدون تلقون ترجمة حرفية أنتوا أحرار بس مثلاً الهارد ديسك هو هذا القرص اللي يكون بداخل اللابتوب اللي يكون بداخل الديسكتوب الترجمة الحرفية مالته القرص الصلب الفلوبي ديسك قرص مرن الله يرحمه هذا كان حجمه 1.4 ميجا بايت كان يحتاج لدرايف حتى راح تشوفوها هسه السي دي والدي في دي ذني أنتوا قد تكونوا شايفين قد تكون ما شايفين الميموري ستيك او الفلاش ميموري هذا الموجود هذا الصغير اللي نستخدمه سواء باللابتوب او اكو بعض الاحيان اكو ادابتر يستخدم على اللابتوب والديسكتوب هذا الهارد ديسك طيب الهارد ديسك ممكن يكون انترنال وممكن يكون اكسترنال هل انه مسألة انه انترنال واكسترنال راح يعني يختلف لا ما يختلف هو نفس الشيء بس هذا يكون داخلي والاكسترنال نفس الانترنال بس بي كفر الاجين دول ستورج ديفايسز الانترنال يعني طبعا الاحجام مالتهم كلها تكون ممكن تكون جيجا بايت ميجا بايت تيرا بايت وهكذا الهارد ديسك هو دي يسولف انه فيري سبيد لا هذا الكلام مو صحيح يعني مثلا الاس اس دي يعني وانا خلي اشوفكم هسه شويه اسوي لكم ريفريشنج يعني مثلا نجي هسه نقول SSD hard disk وين SSD يعني نجي على ال SSD هذا الشكل مال ال SSD تباوع عليه هو مثلا حال يعني هذا شوفه شوف ال SSD واضح شباب هذا ال SSD
يعني هذا تقريبا أسرع من الهارد ديسك، خلي نقول بعشر أضعاف. ليش؟ هذا ال HD الهارد ديسك درايف هو صح يعني جهاز نستخدمه كستورج ديفايسز، لكن بأجزاء ميكانيكية. هذا لا، هذا كله totally يعني electronic devices، فيكون أسرع بهواية. طيب دكتور لعد، ليش إحنا ده نستخدم الهارد درايف؟ أقول لك الكوست، يعني السعر مالته، التكلفة. هذا الاس اس دي، هل هو أسرع ما موجود عندنا الاس اس دي؟ لا، أكو عندنا فتشي اسمه البي سي اي اي، هذا يعني هذا بعد يجي اسرع من الاس اس دي. هل هو هذا اسرع شيء؟ هذا البي سي اي اي، هذا اسمه بي سي اي اي، او طبعا اسرع ما موجود حاليا، اسرع تقنية اللي هو الجيل الرابع من البي سي اي اي. طبعا نتكلم على سرعة مجنونة اذا تقارنه بالهارد درايف، فكأنه دا تقارن البايسيكل بالطيارة. فهاي التقنيات مال يعني الانترنال كستورج. الاكسترنال يعني ممكن يكون سلور، بس هو ايضا يعني اكو اعتمادا على يا بورت، يعني مثلا انت من دا تستخدم البورت المنفذ، يعني وين دا بلاجن، يعني وين دا تشكله. فاذا يو اس بي 2 اكيد اقل سرعه من اليو اس بي 3، اذا غير بورت يكون اسرع. طيب الفلوبي ديسك حجمه، هذا قلت لكم عليه سابقا، 1.4 ميجا بايت، يحتاج لدرايف. هذا الدرايف يعني هذا القارئ مالته، هذا الله يرحمه ما حد قام يستخدمه، لانه محاضره البارحه سولفت لكم اكو تقنيات حديثه جتي، يعني لغه تقنيات قديمه، الكومباتيبلتي الدمج، يعني اكثر من جهاز قام يقدم لك بسعر ارخص ويدمج لك كذا تقنيه، فخلت هاي التقنيات تروح. فاذا احنا عرفنا شنو هارد ديسك، شنو فلوبي ديسك، السي دي والدي في دي. الفرق بين السي دي والدي في دي انه السي دي حجمه تقريبا 700 ميجا بايت، يحتاج لدرايف، طبعا الاثنين يحتاج لهم درايف يعني قارئ. الدي في دي حجمه اكبر، طبعا اكيد راح يكون الدي في دي اغلى، اسرع من السي دي، بسبب طبعا التقنيه مال التسجيل مال الدي في دي تكون نوعا ما اغلى، معقده اكثر من السي دي، لهذا انه هو يوصل الاحجام اكبر من السي دي. فإذا احنا عرفنا شنو هارد ديسك، شنو فلوبي ديسك، شنو السي دي. هذا يا شباب هذا الميموريستيك او الفلاش ميموري، انه تكون سمول تضيع بسرعه. لا هاي هيك يعني جاست فور كيدينج، سمول نستخدمه. طبعا اكو ايضا الاس دي اللي هي هذه، يعني ايضا نوع من انواع الميموري اللي هو الاس دي كارد. هذا الاس دي كارد يعني ايضا خاف احد تشوفوها، هاي نوع من انواع الميموري يا شباب، نوع ايضا من انواع الميموري، يعني ممكن يعني حالها بحال هذا الفلاش. طبعا الاحجام مالتها قامت تاخذ احجام حلوه، يعني مو مثل ما بدا. فهذا الميموري ستيك او الفلاش رام. طيب شنو بعد عندنا؟ عندنا الاونلاين فايل ستورج. اونلاين فايل ستورج يعني شنو الاونلاين فايل ستورج؟ سمعاني المصطلح كلاود، مو تقولوا مو تترجموا ليها غيمه. الكلاود اللي هو تخزن بالانترنت، يعني شنو تخزن بالانترنت؟
هسه اوضح لكم شنو. خلي اشوفكم فتشي وانا الدرايف مالتي. الدرايف مالتي هذا جوجل درايف، هذا جوجل درايف، هذا هو اللي دا نقصد بالكلاود، هذا اللي دا نقصد بالكلاود، كلاود ستورج، كلاود ستورج. كلاود ستورج يعني دا نستخدم مثل ما انتم مثلا بعض الاحيان مثلا بعض الاجهزة، طبعا دا اقصد السمارت فون، تدعم الخزن بحيث تعطيك 5 جيجا 10 جيجا تخزن بيها صور، تخزن بيها كذا بالكلاود، انه اذا تستخدم فضاء الانترنت، اذا تستخدم فضاء الانترنت اكو مساحة تحت اي دي لك حتى تخزن بيها. بس دقيقة، فهذا هو اللي دا نقصد به، انه شنو ليش دا نستخدم الاونلاين، انه اكثر شيء انه اكسسبيليتي. يعني شنو اكسسبيليتي؟ يعني يتم الوصول الى وايذر انه انت تستخدم بي سي، تستخدم سمارت فون، اي شيء، المهم تصل بالانترنت تقدر توصل للاونلاين هذا مالتك. لا هسه شوف اهلا دكتور علي، صباح الخير. حياك، اهلا دكتور علي. ماكو، احنا من زمان ما متواصلين. والله الله يعينك، ادري مقدرين المسؤوليات مالتك دكتور. الله يسلمك، الله يسلمك دكتور. الله يحفظك، عذرا انا بس حبيت اخذ الحضور واطلع. شكرا دكتور. شكرا دكتور. احمد شو عندك ملاحظه احمد؟ نكمل شباب. عندنا types of memory، types of memory عندنا نوعين، الرافع ايده بس اكمل التسجيل ونرجع نسولف. types of memory عندنا رام وروم. الرام هو random access memory، والروم والروم اللي هو read only memory. الفرق الرئيسي بين الرام والروم انه الرام متطاير. يعني شنو نقصد به متطاير؟ متطاير انه من تسوي عليه الشت داون او تقطع عليه الكهرباء المعلومات تطير من عنده. الاستخدام الرئيسي انه مو فقط المين وركينج بالكمبيوتر، لا ممكن بالفون نستخدم الرام. طبعا الهدف الاساسي للرام انه هو نظام التشغيل ينزل عليه، يبدي يتحول من مكان الى الرام، يعني طبعا يتحول من الستورج ديفايسز الى الرام، ويبدي يعني اذا رتب السرعه فهو اسرع شيء راح يكون السي بي يو، بعدين يجي الرام، بعدين يجي الستورج ديفايسز. طبعا احنا دا نسولف بالمجمل، مو دا ناخذ بالمطلق يعني.
الاوبريتنج سيستم يتم نقله او فروم الديسك انتو رام. هاي المعلومه مهمه. متطاير هذا الفرق بين يعني شنو الرام. الروم الريد اونلي ميموري هو غير متطاير، ما يمكن يعني ممكن فقط ممكن يعني بس فقط قراءه، ما تقدر تكتب عليه. الاكزامبل مثال على الرام هو البايوز اللي هو البيسك انبوت اوتبوت سيستم اللي هو موجود اذا تلاحظون باللابتوب او الديسكتوب. النتورك كارد، الفيديوز موجوده بالروم. الكمبيوتر بيرفورمانس اللي هو ده يقصد بسرعه شلون تقيس الاداء مالت البي سي بشكل عام، اعتمادا على السي بي يو سبيد، اعتمادا على الرام سايز، الهارد ديسك سبيد اند كاباسيتي، النمبر اوف ابلكيشن اللي نستخدمها. ممكن تضيفون عليها، ممكن نضيف عليها الجنريشن مال السي بي يو، الجنريشن مال الجنريشن مال السي بي يو، الجنريشن مال الرام اللي المستخدم. كلها هاي الفاكتور اللي هي امباكت اون كمبيوتر بيرفورمانس. زين السوفت وير اكو عندنا نوعين من السوفت وير. النوع الاول اللي هو الاوبريتنج سيستم، انظمه التشغيل اللي نقصد به انظمه التشغيل يعني هذا اللي دا تشوفوه حاليا قدامكم هو ويندوز، ويندوز او اس، نظام تشغيل ويندوز. فهذا نظام تشغيل. عندنا الابلكيشن اللي دا نستخدمها، التطبيقات. يعني مثلا انا هسه دا استخدم ادوب اكروبت ريدر، هذا سوفت وير. فالسوفت وير هي الواجهه اللي يتم تعامل مع الهاردوير من خلال واجهات مع المستخدم. أعيد يعني مثلا أنا هنا من جيت وسويت هنا، وقفت على هذا وأسوي كليك، سويت مينيمايز، أرجع أسوي أب. هذا جوي جرافيك يوزر انترفيس. الجرافيك يوزر انترفيس هي الواجهة اللي دا أتفاعل وياها. فاكو عندنا سوفت وير، واكو عندنا يعني اكو عندنا نوعين من السوفت وير، الاوبريتنج سيستم وال الابلكيشن. الاوبريتنج سيستم انظمه التشغيل اللي هي اذا نقصد بها انه هي سبيشال تايب، نوع معين او محدد من التطبيقات اللي هي تستخدم حتى تسيطر وتعمل على الكمبيوتر. it loaded automatically when you start computer، يعني تم تحميلها تلقائيا. طبعا مو بس بالكمبيوتر، الموبايل بي اوبريتنج سيستم، المودم مالتكم بي اوبريتنج سيستم، اغلب الاجهزه اللي تستخدموها حاليا بها اوبريتنج سيستم. لكن السؤال المهم، هل انه هذا الاوبريتنج سيستم اللي انت دا تتعامل وياه بي قوي لو لا؟ شنو قوي؟ جرافيك يوزر انترفيس. يعني ناخذ مثال، لو نجي على نكتب سي ام دي، شنو السي ام دي؟ هذا اسمه كوماند لاين برومبت. شوف الفرق بين القوي والسي ال اي. هذا اسمه كوماند لاين انترفيس، هذا الاسود اللي دا تلاحظوه اسمه كوماند لاين انترفيس. فرضا اني دا اريد استعرض شنو الموجود عندي، راح اكتب باع. شوف الاسلوب داير، هذا كوماندات، ماكو بعد ماكو الدلال مال اللي دا تشوفوه بالجرافيك يوزر انترفيس. فانت طول ما انت الاوبريتنج سيستم هو دا يقدم لك هاي الامور، فيتم تحميل. ارجع على النقطه،
السؤال المهم انه لما يتحمل، هل هو الجهاز اللي موجود كهاردوير كسوفتوير يدعم القوي لو لا، يعني يدعم الجرافيك يوزر انترفيس لو لا. يعني بعض الاحيان انت هو يحمل الهاردوير ويحمل السوفت الاوبريتنج سيستم بس هو ما بيقوي حتى تعرفه، فهذا الفرق. يحمل بعد ما يحمل بعد ما يحمل يبدأ يسيطر على الهاردوير الاوبريتنج سيستم، يقدم فيتشرز معينة، يعني هو كأنه يكون واسطة أو مثلا يعرف الهاردوير على المستخدم، هذا المستخدم هذا الهاردوير هذا المستخدم، وراح يعرف بنفسه الاوبريتنج سيستم، راح يعرف بنفسه اني راح اكون الوسيط بيناتكم، مو مترجم، وسيط بيناتكم. اللي يريده واللي يقدر عليه الهاردوير يتم التفاهم به. شنو الانواع مال الاوبريتنج سيستم؟ ويندوز عندنا اوبريتنج سيستم، الماك او اس عندنا اوبريتنج سيستم، اللينكس operating system. قبل شوية شوفت لكم يا هذا الأسود، هذا دوس الجيل الأول من الويندوز. واليونكس هو الشيل أو الكوماند لاين مال اللينكس. فهذا operating system. السوفتوير كل حياتكم اللي دا تلاحظوها واللي دا تشوفوها واللي دا تستخدموها هي عبارة عن سوفتوير، الوورد سوفتوير، هذا البي دي اف سوفتوير، الجوجل كروم سوفتوير، وهكذا. بهذا اني راح نتعرف عليهن. شنو وورد؟ هو معالج نصوص. شنو اكسل؟ هو معالج مال جداول. شنو اكسس؟ هو مال داتابيز. شنو الباوربوينت؟ هو مال بريزنتيشن. فتختلف باختلافات المتنوعه حسب اللي الغرض اللي انت تستخدمه. أني هنا راح أتوقف لأنه محاضرة، يعني أكو محاضرة سريعة وبعدين أطبقكم على الـ 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 الـ